بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حبيبي في الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن سيدنا عثمان. هل تعلم ان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بيملك حساب في احد البنوك في السعودية لحد دلوقتي؟ طبعا كلنا هنبقى مستغربين ازاي. هقول لكم بجد قصه بتقشعر لها الابدان. ما هي قصه فندق عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي تم بناؤه بجوار المسجد النبوي؟ طيب، هل هناك ورثه لعثمان بن عفان بيبنوا الفندق ده باسمه؟ شوف القصه معايا، بجد يمكن نطلع بعظه وعبره، وبجد قصه جميله وشيقه جدا جدا. بعد الهجرة وزيادة أعداد المسلمين زاد الاحتياج للماء، وكان بئر روما من أكبر الآبار وهو المورد الرئيسي للماء في المدينة، إلا إن البئر دي كان بيملكها يهودي وكان بيبيع الماء بيع ولو بالقطرة، يعني بيبيع نقطة نقطة. فلما علم عثمان رضي الله عنه بالقصة ذهب إلى اليهودي وأخبره إن هو يريد إن هو يشتري منه البير ده، فاليهودي رفض. فراح سيدنا عثمان بن عفان عرض عليه طيب إن هو يشتري نص البير، فيكون يوم لسيدنا عثمان ويوم لليهودي يبيع منه. فساعتها وافق اليهودي بس على أساس إن عثمان تاجر شاطر وهيرفع سعر الماء فهيزداد المكسب، لكن حصل العكس. إيه اللي حصل؟ قل الطلب على الماء جدا حتى انعدم تماما، فتعجب اليهودي وبحث عن السبب، فاكتشف إن عثمان جعل يومه لوجه الله تعالى بياخد فيه الناس حاجتهم من المية من غير مقابل. فأصبح الناس سبحانك يا ربي بيشربوا جميعا في يوم عثمان بن عفان وما بيروحوش للبئر في يوم اليهودي، عشان اليهودي بيبيع بقى وكان فاكر انه هيكسب. ساعتها اليهودي شعر بالخسارة وذهب إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقال له اشتري بقى ايه باقي البير، ما هو كده بيخسر فهيبيع له بقى النص بتاعه. فوافق سيدنا عثمان واشتراه مقابل 20,000 درهم، وعمل وقف لله تعالى سبحانك يا ربي بيشرب منه المسلمين. بعد فترة جاءوا أحد من الصحابة وعرض على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إن هو يشتري منه إيه البير بضعف ثمنه. فرد عليه سيدنا عثمان اعرض علي أكتر. فرد قال له هديك 3 أضعاف. فرد عليه سيدنا عثمان فقال له اعرض علي أكتر. ففضل يقول له لحد ما وصل ل9 أضعاف الثمن. فبعدها رفض برضه سيدنا عثمان. فاستغرب الصحابي وقال له هو لا يوجد مشتري غيري، ما فيش حد أصلا هيدي لك المبلغ اللي أنا بعرضه عليك ده، مين تلاقي حد يدي لك مبلغ زي كده، ده انا عرضت عليك 9 أضعاف سعره. فرد عليه ساعتها سيدنا عثمان بن عفان رد بصراحة يعني أكحمه، قال له أيوه فيه. قال له إيه ده مين؟ قال له أعطاني الحسنة ب10 أمثالها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بجد رد جميل، قال له ربنا هيديني الحسنة بس ب10 أمثالها، الله أكبر. فمن ساعتها بقى أوقف عثمان البئر للمسلمين، وبعد فترة من الزمن أصبحت بقى النخيل بتنمو حوالين البئر ده، فاعتنت به وقتها الدولة العثمانية لحد ما كبر، وبعدها جاءت الدولة السعودية واعتنت به أيضا حتى وصل عدد النخيل ما يقارب 1550 نخلة. اللهم صل على النبي. فأصبحت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة بتبيع التمر بالأسواق، وما يأتي منه من إيراد يوزع نصف على الأيتام والمساكين، والنصف الآخر بيودع في البنك في حساب باسم عثمان بن عفان بتديره وزارة الأوقاف.
وهكذا زكى المال ونمى حتى أصبح في البنك ما يكفي من أموال لشراء قطعة أرض كبيرة في المنطقة المركزية المجاورة للحرم النبوي في المدينة المنورة. بعد ذلك تم المشروع ببناء عمارة فندقية كبيرة من هذا الإيراد أيضا. البناء بقى إيه كان في مراحله النهائية، ولكن تم تأجيره لشركة فندقية من فئة ال5 نجوم، ومن المتوقع إنها تجيب إيراد سنوي يقارب 50 مليون ريال سعودي. سبحانك يا ربي، خلى نصها للأيتام والمساكين ونصها في حساب سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه في البنك. والجميل والعجيب يا جماعة إن الأرض مسجلة رسميا في البلدية باسم عثمان ابن عفان. سبحانك يا ربي، ما أعظمك، ما أجملها تجارة. التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، تجارة مع الله بدأت واستمرت طوال 14 قرن. تخيلوا يا جماعة 14 قرن هيكون ثوابها إيه؟ لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ما أجمل التجارة مع الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. موضوع شيق جدا 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 وجميل، وما أجمل التجارة مع الله. سبحانك يا ربي، ما أعظمك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا خير خلق الله. حبايبي في الله، ده كان موضوعنا النهاردة، حبيت أشارك معاكم لعلنا جميعا نستفاد، وربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتنا على قد ما تقدروا شيروا الفيديو، ويا ريت كل ما اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد. ونختم كلامنا بأحب الكلام والذكر إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون، والحمد لله رب العالمين. حبيبي في الله، ما تنسوش طبعا اللايك بيدعم الفيديو، والكومنت التحفيزي بيدعم الفيديو. يا ريت نكتب ذكر الله في الكومنتات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وزي ما احنا يا حبايبي متعودين هنقول كده دعاء جميل بنقوله في آخر دقيقة في الفيديو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك الخيرات والرزق من خزائن أنت وحدك تملك مفاتيحها. اللهم إني أسألك الخير كله يا رب. اللهم من أرادنا بسوء، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم اجبرنا جبرا يتعشف منه أهل السماوات والأرض. اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا وفرح قلوبنا، وارزقنا من واسع فضلك وكرمك يا رب العالمين، ارزقنا من حيث لا نحتسب ولا نعلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو عفو عنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو عفو عنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو عفو عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي إني مغلوب فانتصر، أكبر قلب المنتصر. ربي إني مغلوب
فانتصر اجبر قلبي المنكسر يا رب العالمين. دعوتك كما امرتني فاستجب لي كما وعدتني. بحق لا اله الا الله محمد رسول الله استجب واجعل كل اللي جاي احسن من اللي راح. امين يا رب العالمين. وكفنا شر المستخبي وشر كل ذي شر يا رب. اللهم من ارادنا بسوء اللهم رد كيده في نحر واجعل تدبيره في تدميره. حبايبي في الله ان شاء الله اشوفكم قريب في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. في امان الله.